مدبولي يشهد توقيع اتفاقية إيطالية لإقامة مصنع للزجاج المسطح باستثمارات تتخطى 160 مليون يورو. وزير المالية الياباني يصدر أقوى تحذير حتى الآن بشأن تراجع الين إلى أدنى مستوى له في 34 عاما مقابل الدولار. وأسعار النفط العالمية تتراجع مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ونشرة اقتصادية جديدة نبدأها بهذا الخبر. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحالف شركات سان جوبان مصر للزجاج بشأن إقامة مصنع للزجاج المسطح بالمنطقة الصناعية بالسخنة. وتستهدف هذه الاتفاقية وضع إطار للتعاون المستقبلي بين الطرفين بإقامة مصنع جديد للزجاج المسطح داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحجم استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 160 مليون يورو خلال السنوات الخمس الأولى للمشروع، وذلك بالشراكة مع شركات فرنسية متخصصة مع استهداف تصدير أكثر من 50% من منتجات المشروع للأسواق العالمية. كما شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد تخصيص الأرض لإنشاء مصنع لتصميم وتصنيع وإنشاء صوامع تخزين الغلال ومكوناتها وملحقاتها بمنطقة شرق بورسعيد باستثمارات تصل إلى 1.6 مليار جنيه بين شركتي شرق بورسعيد للتنمية وفيروم مصر للصوامع والتخزين. هذا وقد نوه رئيس الوزراء عقب التوقيع إلى أن العقد يأتي تجسيدا للخطة الشاملة التي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتوسع في توطين الصناعات الاستراتيجية خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنها توطين صناعة صوامع الغلال وتعميق تصنيع مكوناتها وإحلال الواردات منها مع التوجه للتصدير، وكذلك الاستفادة من خبرات الشركات العالمية. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أيضا مراسم توقيع عقد نقل حق انتفاع مساحة من الأرض تقدر بحوالي 270 ألف متر مربع ضمن منطقة تيدا الصناعية لصالح شركة صينية لصناعة مواسير الدكتايل لاستخدامها في إقامة أنشطة صناعية. يأتي التوقيع بغرض إنشاء مشروع مواسير حديد الدكتايل، حيث يتضمن المشروع إنتاج مواسير حديد الزهر باستثمارات تصل إلى 146 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف طن سنويا وبقيمة إنتاج سنوية تبلغ نحو 1.2 مليار دولار. ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الرابع من عام 2023 بلغ 9.3 مليار دولار مقارنة بنحو 10.4 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2022، وبنسبة انخفاض قدرها 10.6% مراجعا السبب إلى تراجع قيمة الواردات غير البترولية. هذا وقد أوضح أيضا المركز أن حجم الصادرات السلعية غير البترولية خلال الربع الأخير من عام 2023 بلغت قيمتها 8.7 مليار دولار مقابل 8.6 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2022، وبنسبة ارتفاع بلغت 1.2%. هذا وقد وصلت أيضا قيمة الواردات غير البترولية 18 مليار دولار خلال الربع ذاته مقابل نحو 19 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 5.3%. تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم في البنوك المصرية، فقد تراجع سعر صرف الدولار ما بين
35 إلى 50 قرشاً شراء وبيع بالبنوك المصرية، ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري سجل سعر صرف الدولار 47.30 جنيها للشراء و 47.40 جنيها للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر الشراء للجنيه 47.55 جنيه و 47.65 للشراء. اختتمت فعاليات المنتدى الدولي للطاقة في نسختها 13 مدينة سوتشي الروسية، حيث استعرض المنتدى في يومه الثاني العديد من القضايا الخاصة بالطاقة والتحول الأخضر والابتعاد عن الوقود الأحفوري والرعاية الصحية. مشاركة مصرية مكثفة في فعاليات اليوم الثاني والأخير لفعاليات المعرض الدولي للطاقة النووية أتوم أكسبو 2024 تركزت على استخدامات الطاقة في المجال الطبي. خلال الفعاليات تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة روزاتوم الروسية وإحدى شركات الأدوية المصرية في مجال الأجهزة الطبية. مشاركتنا في المعرض السنة دي كانت لتتويج التواصل مع شركة روزاتوم هيلث تكنولوجي على مدار السنتين اللي فاتوا، وتوقيع الرود ماب الخاصة بتقديم الأجهزة الطبية للسوق المصري. وأول جهاز تم التوقيع عليه هو جهاز التاينوكس الخاص بتخليق النيتريك أوكسيد أت سايت، وده جهاز فريد من نوعه مفيش زيه في العالم، وده هيخدم القطاع الطبي في مصر بمجال كبير. الاتفاقية اللي تم التوقيع عليها النهاردة هي اتفاقية متكاملة بتغطي كافة الخطوات وصولا إلى نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي، وده تأكيد للسياسة المتبعة الدولة من القيادة السياسية. مصر مش هتكون مستورد فقط لكل شيء، احنا حتى التكنولوجيا التي لم نمتلكها الخطوة الأولى هي استيرادها، الخطوة الثانية تجميعها، الخطوة الأخيرة هي نقل التكنولوجيا لمصر. تم التطرق إلى كيفية التعاون مع الشركة الروسية في مجال الأدوية وما هي الحلول التي يمكن تقديمها إلى السوق المصري. نحن نعتبر السوق المصرية واعدة وطموحة بالنسبة لنا وبالنسبة لخطط روس أتوم للأعمال الخارجية، ونحن نرى الكثير من الصناعات المتطورة وكذلك الصناعات التي تتفق باستراتيجية كذلك روس أتوم والمنتجات التي تنتجها روس أتوم، ولذلك نحن الآن ندرس الاحتياجات الأساسية للصناعات المصرية لاستجابة هذه الاحتياجات ولتطوير المنتجات التي قد تساعد على تنمية والنمو يعني للبلد المصري. تم التطرق إلى كيفية التعاون مع الشركة الروسية في مجال الأدوية وما هي الحلول التي يمكن تقديمها إلى السوق المصري. المتخصصون في شركة روزاتوم آر دي إس أكدوا استعدادهم لتقديم الدعم والاستشارات بشأن القضايا الفنية، بالإضافة إلى تقديم برامج تعليمية ودروس تدريبية للعاملين في المجال الطبي بمصر. احتل الشأن الطبي مركز الصدارة في فعاليات اليوم الثاني والأخير من معرض أتوم إكسبو 2024 لما تمثله الرعاية الصحية من أولوية لبناء الإنسان. من مدينة سوتشي بروسيا، محمد الخطيب، النيل للأخبار. أعلنت وزارة الزراعة طرح اللحوم البلدية في منافذها بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وفي إطار المبادرة التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخفيض السلع الغذائية خلال اجتماعها أمس الأول مع التجار والمصنعين. وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة إن أسعار كيلو اللحوم البلدي قطعة واحدة 280 جنيها للكيلو و270 جنيها ل900 جرام لحم و100 جرام دهن، والمفروم البلدي 260 جنيها للكيلو، والكبد البلدي 250 جنيها للكيلو. ويتابع وزير الزراعة ضخ السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، ويؤكد أيضا على ضرورة تخفيض الأسعار بعد الجهود التي تبذلها الدولة في توفير العملة الأجنبية والإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ. وقع وزير الري هاني سويلم ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بروتوكول تعاون
بين الوزارتين لنشر التوعية المائية من خلال تعزيز مشاركة وزارة الشباب والرياضة في الجهود التي تقوم بها وزارة الري لتوعية فئة متنوعة من المواطنين وخاصة الشباب داخل مراكز الشباب. وقال وزير الري خلال احتفالية نظمتها الوزارة بمناسبة يوم المياه العالمي إن تنظيم هذه الفعالية الهامة للتأكيد على أهمية ملف المياه والتصدي للتحديات التي تواجه قطاع المياه على المستوى الوطني والعالمي. وفي الولايات المتحدة الأمريكية زادت طلبية السلع المعمرة أكثر من المتوقع في فبراير، وأظهر إنفاق الشركات على المعدات علامات أولية على التعافي مع بقاء آفاق نمو الاقتصاد في الربع الأول مشجعة. وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إن طلبيات السلع المعمرة ارتفعت بنسبة 1.14% الشهر الماضي، كما ارتفعت الطلبيات 1.8% على أساس سنوي في فبراير، وتتحسن أيضا توقعات التصنيع الذي يمثل 10.3% من الاقتصاد تحسنا مطرودا وسط توقعات من يبدأ المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة هذا العام. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من مجلس النواب الامريكي برئاسه النائب الجمهوري اوغست فلوجر رئيس اللجنه الفرعيه لمكافحه الارهاب وعضويه عدد من نواب الكونغرس بالحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجيه واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مع تأكيد دور الكونغرس في تعزيز هذه العلاقات ودفعها لآفاق أرحب، لا سيما في ضوء التحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي. وفي ذات السياق ثمن أعضاء الوفد الأمريكي الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين، مثنيين على التنسيق المشترك بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، والذي ينعكس بصورة إيجابية على مصالح الشعبين الصديقين وعلى المنطقة. وقد تناول اللقاء في هذا الصدد التعاون بين البلدين في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف، حيث تم تأكيد استمرار العمل المشترك في هذا الصدد. وقد أكد السيد الرئيس رؤية مصر بشأن أهمية السلام والتنمية في تكثيف منابع الإرهاب والتطرف. اللقاء تناول بشكل مفصل الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية المكثفة للوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدة الإغاثية لإنقاذ أكثر من 2 مليون فلسطيني من المعاناة الإنسانية الهائلة. وقد أكد السيد الرئيس ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الضغط من أجل الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار ومنع تصعيد العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، مجددا رفض مصر التام لأي مساعي تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. كما توافق الجانبان خلال اللقاء على خطورة اتساع دائرة الصراع في المنطقة بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مؤكدين أن حل الدولتين هو الضامن والسبيل لاستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. كان هذا إذن تغطية سريعة لنشاط السيد الرئيس مع الوفد الأمريكي الذي يزور مصر حاليا، حيث تناول الطرفان عددا من القضايا خاصة مجال مكافحة الإرهاب والوضع في الشرق الأوسط. إذا نعود سريعا إلى أخبارنا الاقتصادية، حيث أصدر وزير المالية اليابانية أقوى تحذير له حتى الآن بشأن ضعف الين بعد تراجع العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في 34 عاما مقابل الدولار. وقال الوزير إن السلطات قد تتخذ إجراءات حاسمة وإن الحكومة تراقب عن كثب تحركات السوق بجدية كبيرة بعد انخفاض الين. وأدلى الوزير بهذه التصريحات بعد وقت قصير من ارتفاع الدولار بفعل بيانات أمريكية قوية، مما دفع الين الياباني إلى التراجع إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 1990.
وفي أسواق البترول العالمية تراجعت الأسعار لليوم الثاني على التوالي وهبطت بأكثر من 1% اليوم بعد ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية ومؤشرات على أن مجموعة أوبك بلس لن تغير من سياستها الخاصة بالإنتاج على الأرجح في اجتماع فني مقرر الأسبوع المقبل. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 97 سنتا أو ما يوازي 1.12% ليصل إلى 85.28 دولارا للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 93 سنتا ليصل إلى 80.69 للدولار أو دولارا عفوا. ختام هذه النشرة الاقتصادية، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بالعناوين. مدبولي يشهد توقيع اتفاقية إطارية لإقامة مصنع للزجاج المسطح باستثمارات تتخطى 160 مليون يورو. وزير المالية الياباني يصدر أقوى تحذير حتى الآن بشأن تراجع الين إلى أدنى مستوى له في 34 عاما مقابل الدولار. وأخيرا أسعار النفط العالمية تتراجع مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية. ختام النشرة الاقتصادية، دمتم في أمان الله ورعايته.